في المعرض النهارده للعام 18 على التوالي. والسنه دي احنا واخدين اتجاه مختلف شويه، طبعا التكنولوجيا هي جزء رئيسي اساسي، لكن الاهم من كده ازاي هنطوع التكنولوجيا في المجتمع وفي الاقتصاد وفي البيئه. وعشان كده احنا بنركز النهارده على الارتفيشال انتليجنس، ازاي نخلي الارتفيشال انتليجنس مدمج في كل القطاعات، مدمج في كل المنتجات. وطبعا هنا بيجي العامل البشري، طبعا هواوي كانت مهتميه بتنميه العامل البشري من خلال التعامل مع الجامعات، والنهارده المختلف في الاي سي تي هو وجود شركاء محليين، شركاء مصريين، وده من اهم الاجزاء اللي نهتم بيها، ان احنا ندعم الشركات المصريه بالتقنيه وبالمعرفه عشان نحسن وجودهم في السوق، مش السوق المصري بس، القيمه التنافسيه في النطاق الاقليمي. طبعا احنا التكنولوجيا كلها ادفانسد حديثه زي ما بنقول، الاي اي والكلاود والكونكتيفيتي، بنتكلم النهارده الترا سبيد نتوركس، طبعا من الحاجات اللي موجوده في الناس كلها بتهتم بيها، ان الكونكتيفيتي بقت جزء كبير من حياتنا، والابلكيشن والسوليوشن اللي بنقدمها مع شركائنا المحليين.